يا يا صباح الفل كل مشاهدي التلفزيون. اليوم السابع يمكن دقائق خلاص وهتنطلق مراكب الصيد المشاركه في بطوله كاس مصر لرياضه صيد الاسماك، واحنا هنعرف تفاصيل او الاستعدادات الاخيره اللي بتتم قبل انطلاق البطوله من كابتن حسين شرف، وهو قائد احد المراكب المشاركه في البطوله. اهلا بحضرتك فندم. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ الحمد لله. اهلا بيك. مستعد؟ يعني ملاحظين انكم يعني من حوالي يمكن ساعات وانتم كلكم بتستعدوا، المراكب كلها بتستعد عشان خاطر تنطلق المنافسه اللي هتستمر على مدار يومين. ايه الاستعدادات اللي بتعملوها بقى خلال الدقائق الاخيره قبل انطلاق جوه البحر؟ والله احنا الاستعدادات بتبدا قبلها بكذا يوم، بنبتدي نجهز الطلبات اللي هنعوزها معانا على المركب، وبنبتدي نشوف العدد الناقصه بنبتدي نشتريها مثلا او كده. وما بنيجي المركب بقى مثلا قبلها بيوم بنبتدي نجهز البوص اللي هنصطاد بيه، اللي هي السنارات يعني اللي بنصطاد بيها، والعدد العرايس اللي هي زي السمك العرايس اللي بنستعملها، وبس بحيث ان احنا اول ما نطلع نبقى جاهزين، كل حاجه جاهزه نقدر نبتدي نصيد على طول. يعني عدد المشاركين مع حضرتك في كل مركب بيبقى قد ايه مثلا؟ هو الفريق بيبقى مكون من 4 اشخاص، ويبقى معانا مراقب من الاتحاد، غير بقى الكرو بتاع المركب اللي هو بيبقى مكون من 3 أو 4 حسب كل مركب، يعني بتختلف واحده عن الثانيه. يعني احنا شايفين كمان في استعدادات بتتم ليها علاقه بقى بالسناره والتفاصيل دي كمان. يعني دايما احنا دايما مثلا كل بطولتين او 3 بنحب نجدد الخيطان اللي على المراكب، ممكن مثلا نبقى جايبين مكنه جديده بنحب ننزل نملاها خيط كده. احنا المره دي معانا مجموعه من الشباب الصغير، برضه يعني بنحاول نجهز كده جيل جديد يعني، فبنواخدينهم يعني كده يعني تعليم يعني شويه يعني تعليمات كده، وبنعلمهم الاسس وتجهيز البوص وايه النوع العرايس اللي ممكن يستعملوها، يعني واخدينهم كده زي طلعه تعليميه من ضمن يعني من خلال المسابقه برضه. طب ايه اللي يضمن وحضرتك معاك مجموعه من الشباب دول، ايه اللي يضمن يعني انت داخل البحر يومين؟ لو حصل لا قدر الله اي تفصيله، ايه اللي بيضمن سلامتهم وصحتهم؟ بيضمن يعني كل المركب التفصيل. المركب فيها الحاجات الاساسيه، يعني عندنا زودياك صغير في يعني لا قدر الله اي حاجه، وفي الحاجات الاساسيه، وبرده احنا يعني في الاجواء اللي هي بيبقى فيها الريح عالي بنبقى يعني في اماكن ما بنبعدش فيها برده، وبرده احنا البطوله بيبقى متحدد لك اماكن معينه بتروح فيها في نطاق محافظه مدينه الغردقه، فبيبقى يعني الاتصالات بتبقى سهله يعني بين المراكب وبعضها، وان شاء الله يعني ربنا يسلم يعني باذن الله. عايزين حضرتك تورينا اكتر المعدات مثلا اللي بتبقى حريص ان هي تكون معاك في البطوله. صباح الفل. صباح. عاملين ايه؟ مستعدين ولا لسه؟ توفيق ان شاء الله. الكابتن علي بيجهز دي بوصه جيجنج. الجيجنج ده بيبقى صيد بتنزل بيه، بتحط العروسه بتنزل بيبقى فيها تقل وبتنزل بيها للعمق مثلا 40 او 50 متر، وبتبتدي تلمها واحده واحده اكنها سمكه مصابه، فالسمك بيهاجمها. فدي بوصه بيبقى كل واحد عنده البوصه بتاعته بتاعت الجيجنج بيجهزها، وبتبقى حس ان احنا وقت الصيد تبقى جاهزه. في بوصه ثانيه، دي بوصه جر اللي هو الاسم بتاعها المعروف اللي هو الترولينج. دي بتبقى طول ما انت ماشي بتبقى منزل مثلا 4 أو 5 بوصات زي دي، وبيبقى في كل واحده فيها لون مختلف من العرايس اللي هي الصناعيه، وانت بقى احنا نصيبنا يعني برضه كله. وبعدين في كذا طريقه برضه، في يعني ممكن تنزل العرايس على وش المايه، وممكن بتحط لها تقل بحيث ان انت تنزلها تحت في الاماكن اللي فيها حروف شعاب مرجانيه، تبقى جنب الشعاب، فتقدر تجيب برضو اسماك من اللي هي بتحب تقف جنب الشعاب المرجانيه. عارفين انه كمان البطوله المره دي لاول مره انت ما بتاخدش السمك، انت يا دوب بتطلع. يعني هي البطوله دي اول مره بالتنسيق مع وزاره البيئه ومحافظه البحر الاحمر، عاملين نظام اللي هو الكاتش اند ريليس. هو الموضوع ده موجود بره من زمان، ومع مع 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 ندره السمك في البحر الاحمر بسبب الصيد التجاري والصيد العشوائي، فاحنا بنحاول مع وزاره البيئه ان احنا يعني نحاول نقنن موضوع الصيد، ودي حاجه يعني دي تجربه يعني هنعملها المره دي، ان احنا اي سمك هيطلع بيتقاس وبياخد الليبل يتعلم، بحيث ان هو بعد كده لو طلع تاني يبقى معروف ان السمك ده في نطاق البحر الاحمر موجود وبنطلقه تاني. بس فنتمنى يعني ان القصه دي تنجح يعني وتلاقي اقبال ان شاء الله.
ايه اللي حضرتك كمان بتبقى حريص ان هو يكون موجود معاك على المركب خلال اليومين دول، سواء بقى متعلق بال يعني هي يعني معنا الحاجات الاسعافات الاوليه الاساسيه، مثلا ادويه، الحاجات الادويه الاساسيه، الحاجات اللي هي الدرجه يعني، وطبعا بقى الاكل والشرب والقهوه والشاي بقى والحاجات اللي هي يعني ايه بتاعت اللي الواحد بيستعملها في الايام العاديه يعني. يعني رياضة الصيد طبعا جزء منها كبير الشطارة، وهل فعلا في جزء منها ليه علاقة بالحظ بقى انت؟ يعني بص، هي طبعا هي رزق، بس فيها نسبة كبيرة مهارة وفنيات وتفاصيل صغيرة بتفرق يعني واحد عن التاني. ممكن انت يبقى انت حظك حلو ماشي في حتة تجيب سمكة، بس في الأوقات الصعبة وفي الهواء العالي حتة الخبرة والفنيات هي اللي بتفرق يعني برضو. ايه اللي بيضمن يعني كل مركب ما لهاش رقيب، او كل فريق متنافس ما لهوش حد بيشوف هو جاب ايه ورمى ايه، ايه اللي بيضمن فكره انه هو فعلا اللي جاب السمكه ديت، او هو اتعامل يعني بشكل اخلاقي في كل تفاصيل الرحله؟ هي هو دي 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 تاني بطوله من البطولات اللي بتقام في جونه، يبقى يعني يلزموا الفرق يعني الاتحاد بيوفر مراقب لكل مركب دلوقتي، فيعني هي من دي من تاني بطوله. بس برضو موضوع التصوير الفيديو اللايف لكل سمكه، وبتبعته في وقته على جروب معين الواتساب لمنظم البطوله، برده بيبقى بيقلل الموضوع ده. وبرده هي يعني حته اللي هي الاثيكال انجلرز، الحاجه اللي احنا عايزين نطبقها، ان يبقى في الاخلاقيات، اخلاقيات الصيد ترجع تاني. يعني دي حاجه جوه كل واحد، يبقى هو حاسس ان هو فعلا يعني بيحافظ على البحر وبيحافظ على الاخلاقيات وبيحافظ على كل الفرق، بحيث ان يبقى فيه حاسس ان هو لو كسب بنزاهه يعني. بالظبط، مش محتاج يكون في اي نوع من انواع عدم الصدق في الموضوع يعني. بالظبط. فهي يعني هي في الاخر برضو اللي عايز يغش هيغش، بس هي في الاخر حاجه هو بقى يعني السلام النفسي مع نفسه بقى. حاسس كده يعني وجعتك الكلمه، بقول اللي عايز يغش ناوي تغش ولا ايه؟ ناوي تغش؟ لا مش ناوي بصراحه. مستعد يعني؟ مستعد جدا. بقالك قد ايه مع كابتن حسين، او دي اول مره ليك ولا نزلت قبل كده؟ بقالنا كتير يعني، تقريبا كل سنتين كده بنطلع لنا رحله نصطاد بس يعني. طب يعني الرحله المره دي يمكن مختلفه شويه، عشان في منافسه، في ناس مشاركه تقال بقى لهم عشرات السنين في الرياضه يعني. انت متحمس مستعد ازاي؟ حاسس بايه المره دي؟ ايه المختلف اللي انت حاسس بيه المره دي عن اي مره طلعت فيها تصطاد؟ المختلف اللي حاسس بيه المره دي يعني طبعا في ناس جامده هنا بتصطاد في البطوله وبتاع، فيعني المنافسه جامده المره دي. بس السمكه اللي نفسك تجيبها المره دي يعني يا رب سيلفيش. يعني ما نعرفش الانواع قوي برضو، فهل دي واحده من الاسماك المميزه يعني لكل واحد؟ من دي من اميز السمكتين، ممكن يعني عليهم اعلى نقط السيل فيش والسورد فيش، بياخدوا اعلى نقط في البطوله يعني. هي ما بتبقاش تقسيمه عدد، هي بتبقى تقسيمه ايه يعني؟ بناء على ايه المعايير اللي بناء عليها هو حصل على المركز اللي بتبقى هي بتبقى بالنقط يعني. في انواع معينه بتاخد نقط، وفي انواع معينه بتاخد بيبقى بنقط برضو، بس بالطول بتاعها، تضرب الطول بتاعها في عدد النقط اللي هي مكتوب لها كل نوع. او بيبقى في سمك معين زي السيلفيش بياخد مثلا 100 نقطه او 200 نقطه، فده بيديك الاولويه على طول، بيحطك في ترتيبات الاولويه يعني. هي سمكه نادره ما بتطلعش كتير، ففي المسابقه بتبقى يعني بتوديك يعني في مكان احسن على طول يعني. مين اصغر حد معاك في الفريق المره دي؟ الكابتن سيف اصغر واحد. سيف ازيك كابتن سيف؟ 12 سنه. الحمد لله. 12 سنه اول مره تطلع؟ قول لنا بقى حاسس بيه الفرق كويس. كويس. طب تعرف ايه انواع السمك؟ قول لنا اربع انواع من الاسماك اللي انت نفسك تجيبها المره دي. التونه. تونه. بلو تونه عديده ولا ايه؟ تونه العنيده. البلو تونا والسويد فيش والسيل فيش. ده متارجت الحاجات اللي متارجت جاب من الاخر. طب كابتن ايه تاني التفاصيل المهمه اللي لازم بتاخد بالك منها عشان تضمن سلامه الفريق؟ طبعا اول حاجه سلامه الفريق، تاني حاجه طبعا عشان تحاول ان شاء الله تجيب الانواع اللي انت نفسك فيها او تكسب البطوله، وان شاء الله يبقى وشنا حلو عليكم وترجعوا انتوا الكسبانين انت والفريق كله ان شاء الله. يعني لا، يعني مبدئيا بالنسبه للسلامه طبعا، لو في حاجه شنطه اسعافات اوليه موجوده مثلا، بعد شويه الادويه، المغص، الصداع، الحاجات اللي هي الحراره، الحاجات اللي هي اساسيه،
بالنسبه بقى للصيد بيبقى بنراجع ان كل العدد معانا كامله، كل الالوان العرايس اللي بنصطاد بيها كامله. بس طبعا وبنراجع بقى الحاجه يعني مع الكابتن بتاع المركب، بنبقى مراجعين ان هو مراجع على المركب والميكانيكا بتاعتها تمام، الصيانه معموله يعني وكده، بحيث ان يعني ربنا ما يسلم ما يبقاش في اي مشاكل في البحر يعني. ان شاء الله كل الفريق ان شاء الله الفريق يعني يكون لي رقم كويس في البطوله المره دي، يكونوا شنه حلو عليكم باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا يعني على كل المعلومات الجميله دي، وان شاء الله في اليوم الاخير باذن الله ترجعوا بالسلامه ان شاء الله. شكرا كابتن حسين، شكرا لكل مشاهدي التلفزيون اليوم السابع. يمكن يعني دقايق وكل المراكب اللي حضراتكم شايفينها دي هتنطلق في رحله الصيد او في بطوله كاس مصر صيد الاسماك، وان شاء الله احنا متابعين معاكم تفاصيل الرحله والبطوله، وان شاء الله هنتابع طبعا النتائج اللي هتطلع او النتائج اللي هيرجعوا بيها ان شاء الله باذن الله.